سجل الحلقة العاشرة. أهلا وسهلا بكم أصدقائي الأعزاء في هذه الحلقة العاشرة، وكالعادة الورقة والقلم. واليوم إن شاء الله حنقرأ في هذا الكتاب من صفحة 113 إلى 142. وفي جزئية اليوم المؤلفة تتحدث عن شيء عملي، ألا وهو ممارسة التأمل. التأمل أو اليوغا أو الصلاة الدينية، بغض النظر عن الدين وعن طريقة الصلاة، كلها هذه هدفها شيء واحد، كما تقول المؤلفة: مساعدتك على تهدئة ثرثرة أناك العادية التي تستمر في عقلك وليس لها نهاية، كما في صفحة 115. تضيف المؤلفة: إن الثرثرة العقلية المرتكزة على الخوف قد تكون المصدر الأكبر للإجهاد في حياة بعض الناس. أنا أذكر أحد الأصدقاء مرة كان يقول لي: أنا مو معذبني في هذه الحياة إلا التفكير، التفكير 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 طول الوقت، التفكير في الأولاد، في الأموال، في العمل، في مستلزمات الحياة، في الفواتير، وا 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 وا. هذه الثرثرة العقلية هي ترى اللي تذبحنا، هذه الثرثرة العقلية هي اللي تخنقنا، هذه الثرثرة العقلية هي اللي تجعلنا مع الأيام نفقد الثقة في أنفسنا وفي هذه الحياة. ما هو الحل؟ هنا تجيب المؤلفة: التأمل أو اليوغا أو الصلاة أو العلاقة الروحانية. ثم تستمر المؤلفة بالحديث عنه في صفحة 117 وتقول: يتطلب الالتزام بالتأمل انضباطا وشجاعة. لا تترك أناك العادية تعطيك مليون عذر لعدم ممارسة التأمل. كل شيء ممكن ينتظر، الإيميلات تنتظر، المهمات تنتظر، الفواتير تنتظر، الواجبات تنتظر، لكن لا شيء أكثر أهمية من الانعطاف نحو داخلك والارتباط بجوهرك الحقيقي. ثم في صفحة 119 تذكر كلاما مهما عن التأمل أو الصلاة. بتقول إنه أنت تكون ممكن دخلت الآن في الصلاة، أنت عاوز تصلي صلاة خاشعة، فتبدأ الأفكار بمطاردتك. ركزوا معي، أنا الآن دخلت في حالة صلاة أو في جلسة تأمل مثلا، تبدأ الأفكار بمطاردتك. إيش طلبات البيت الناقصة؟ إيش الفواتير؟ إيش المهام اللي يبغاها رئيسي في العمل؟ إيش الحاجات اللي يبغاها الولد؟ تتحول القصة من تأمل إلى قصة إن أنت تبدأ تطارد هذه الأفكار. إذا أنت قمت بجهد واعي لمطاردة هذه الأفكار ولإيقافها، تتحول القصة من صلاة أو من تأمل إلى قصة سابق ولاحق. يعني أنا ما أبغى أفكر في الفواتير، أنا ما أبغى أفكر في الواجبات والمهمات اللي علي، أنا ما أبغى أفكر. هنا أنت جهدك بيروح في المدافعة. المؤلفة هنا بتقول لك النصيحة التالية: اترك هذه الأفكار، تعلم عدم الالتفات لها، تعلم التركيز على ما تريد وليس التركيز على ما لا تريد. في البداية في التأمل وفي الصلاة وفي اليوغا حتبدأ تهاجمك 100 فكرة، أفكار 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 أفكار، ثم أنت بتحاول أنك أنت ما تلتفت لهذه الأفكار. مع التقدم في ممارسة الصلاة والتأمل واليوغا، تبدأ من 100 فكرة تصير 50 40 30 وهكذا. في صفحة 122 تتحدث المؤلفة عن فكرة الامتنان. كن ممتنا. وتقول المؤلفة: الامتنان هو قوة ضخمة، فعندما تكون ممتنا تصبح أنت مغناطيسا للأشياء التي أنت ممتن لأجلها. ثم تذكر المؤلفة 5 تمارين من تمارين الامتنان التي تمارسها هي كل يوم، ممكن نقراها في الكتاب. لكن الآن المؤلفة تتساءل عن في صفحة 123: لماذا الامتنان مهم؟ وتجيب بأن كونك ممتنا هو شيء يساعدك على أن ترى الخير وأن يكون لك منظور عن الحياة. إنه يتيح لك أن ترى النور حتى عندما تبدو الأوقات مظلمة حقا. طبعا يعني ممكن بعض الفلاسفة يشوفوا إنه هذا نوع من الحيل النفسية اللي احنا نخدع فيها أنفسنا لكي ننظر إلى الجزء الممتلئ من الكوب، أو لأنه عندك كوب أصلا. لكن يعني بغض النظر عن أي فلسفات لا يمكنها تغيير الواقع، فإن هذا ما نحتاجه فعلا لكي نمضي في رحلة الحياة.
في صفحة 126 تعلمنا المؤلفة 5 خطوات لممارسة راقية لمهارة الامتنان. في صفحة 132 نرى المزيد من الطرق لاستعراض عضلات حب النفس، حيث تعطينا المؤلفة 7 طرق. إذا أصدقائي الأعزاء، أترككم الليلة واليوم برفقة هذا الكتاب لكي تقرأوا هذه الصفحات الرائعة، ونلتقي إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، وإلى اللقاء.